هل من إثم على شخص ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب دنيوي؟ لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لأمر دنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالواجب على المسلمين التواصل والمحبة في الله عز وجل، وأن لا ينساقوا وراء النزعات والنزغات الشيطانية ويتقاطعوا، قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، خصوصا إذا كان المؤمن ذا قرابة إنه يجب له أيضا حق القرابة والصلة. فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، يجب على المسلم أن صالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهما الذي يبدأ بذلك. أما إذا كان الهجر لأمر ديني بأن يكون هذا الإنسان قد ارتكب محرما أو ترك واجبا ونصحه ولم يمتثل، حينئذ يهجره هجرا مستمرا إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. أما الهجر من أجل الدنيا هذا لا يجوز، ولا يزيد عن إذا وقع لا يزيد عن 3 أيام. نعم.